شاء الله ليشنف آذان كل معجبيه وكل من يتابعه وكل جماهيره. نعم، مزيدا من الصحة والعافية، وكل عام وهو أسرة بخير، ومزيدا من الاهتمام كذلك بقضايا المجتمع السوداني وقضايا المواطن السوداني، خصوصا نحن في فترة الخريف يا حسام. ممكن دي فترة بتمر علينا في كل عام، وأنا بفتكر إنها هي كده زي المسلسل أو الساقة، يعني كيف إحنا كمجتمع كدولة نتعاضد وكيف نقدر نطلع بخريف آمن، ودي الحاجة اللي إحنا نفكر فيها لجدا. دائما ما بفاجئنا الخريف. كيف يفاجئنا؟ يعني كده فاجئنا. أنا ما دارين يفاجئنا. دارين يفاجئنا المرة دي. يعني هذا هو المنظور، وكل كل سوداني يأمل إنه يمر خريف كل عام بخير. والخريف يعني فصل خير وبركة للزراع وللصناع أيضا ولكل سوداني. بعض الآثار التي يمكن أن تكون مترتبة عليه كالسيول والفيضانات وأيضا التصريف وما إلى ذلك للمياه اللي تكون يعني موجودة من الخريف وراكدة، فهناك عدد من المجهودات الكبيرة جدا اللي تحاول درء آثار السيول والفيضانات في ولاية الخرطوم. عدد من المنظمات، عدد من الأجسام، حال هذه الغرفة اللي عندنا مجهود كبير جدا حنتعرف عليه من خلال ضيفنا القادم، غرفة درء آثار السيول والأمطار في ولاية الخرطوم، ومعنا الناطق الرسمي باسم هذه الغرفة الباشمهندس عبد الرحيم عبد الله الحاج. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك وأخواتي الكرام. تحية لك عبر هذا الصباح. الخريف هو يعني فصل الخير وفصل العطاء والزراعة، لكن دائما نحن ما بنتفاجأ بأماكن معينة في السودان يمكن تكون فيها مجاري للسيول، وقد يعني لمدة 50 عام أو أكثر لم يأتي سيل، وبعد كذا يقوم تتفاجأ الناس بالفيضانات وبالسيول. حنعمل مقارنة سريعة بين العام السابق والآن ومدى الأضرار والاهتمام أيضا بدرء هذه السيول والفيضانات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يمكن يعني كل ناس زي ما بقول عندهم الغولة بتاعتهم، يعني دائما انتم في الإعلام عندكم الغولة بتاعت الخريف بفاجئ، يعني الكلمة دي دائما يعني سنويا بتتقال، يعني ما الناس ما قاعدة يعني في سنة من السنين ما تردده. لكن نحن كجزء هندسي أو احنا لسان حال كل سوداني طبعا هندسية، يعني دائما نحن لغاية بنسمعها يعني انه الناس فاجئة ما فاجئة، لكن نحن طيب. يعني دائما أقول في هيئة وزارة البنية التحتية هيئة الطرق والجسور، يمكن نكون من شهر واحد، يعني احنا السنة كلها بنعمل فيها يعني على مدار السنة، يعني فيمكن نحن من شهر واحد بالرغم من الظروف اللي هي كانت كلها محيطة بالبلد يعني بالجائحة وخلافه، لكن غطي يعني ما وقفنا نحن من شهر واحد، وإلى الآن ما توقفنا بآلياتنا بدوادنا العاملة، ما غطي يعني ما وقفنا من هذا العمل. بالتالي يعني ما شايف إنه نحن متفاجئين، لأن في مفاجأة يعني مفاجأة لنا نحن المواطنين، مطمئنين جدا جدا، لكن بتلج الأشياء يعني حقه يعني الناس خارج عن السيطرة، خارج عن التوقعات الغير طبيعية، يعني أنت لما تقول السيول لما موضوع يعني شيء غير طبيعي، يعني صحيح، يعني هسي أبسط الأشياء، حصل سيل في مدينة ضومبان، السيل اللي كان يعني الناس كلها متواجدة والطاقم الهندسي موجود، السيل اللي جاء في بداية الساعات الأولى بتاعته وفي نفس المجرى بتاعه وعدى، فالناس قبل ما تعدي أتى من بعده سيل آخر، وكان ما زال في كمية مياه. الناس بتعرف كيف إنه في سيل جاية، الترقب يعني بيكون كيف؟ والله طبعاً هي السيول نحن يعني كجهة في داخل الولاية يعني بنفاجأها، يعني بتجينا يعني ما بنكون عندنا لها أشياء بتاعت استشعار، ما في قراءة لها من بعيد، لكن الناس هم بكونوا متواجدين، يعني احنا غرفنا غرفة الآلية بتاعتنا دي موجودة 24 ساعة في جميع محليات الخرطوم، يعني فقبل ما يغادروا حتى السيل الثالث في نفس التوقيت ذاته، فكانت كمية المياه أعلى من مجرى اللي السيل، بالتالي أدت لأنه يحصل المياه صحيح تطلع في 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 خارج المجرى بتاعها. ممكن احنا صوره قدامنا كمان يا حسام. نعم. بتورينا بعض المشاهد اللي فيها بعض السيول في اماكن متفرقه من السودان، وبرضه يعني التجمعات للمواطنين، تجمعات للمهتمين بالشأن،
يعني ولي يعني الحد من او الدرء من السيول كذلك. نعم. واضح من شكل الطرمبه الموجوده بالصرف في المويه انه في بعض المجهودات ل يعني درء هذه المخاطر، ووجود يعني جهات الرسميه ايضا مهم والتكاتف، ووجود ايضا منظمات المجتمع المدني هنا، وكل يجب ان يكون موجود في مثل هذه المفاجآت إنجاز العبارة. صحيح. تهديدات كبيرة جدا يعني بتكون محسوبة على صحتنا العامة، على أهلنا، على 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 كل الأسر، على البيوت الموجودة، على كل شيء. فأنا ما أعرف الآليات المعينة اللي بتكون موجودة للمتابعة والقراءات المختلفة للسيول. تاسي تكلمت عن إنه هي مفاجأة، حتى النسب منى جبير في سؤال ذكرت المقارنة ما بين هذا العام والعام السابق. هو حقيقة يعني نحن كان يعني برضو نرجع يعني يمكن يعني في العام السابق يمكن كانت تكون اللي هي كانت في منطقة جري تقريبا في العام السابق. طيب. العام ده اللي هي حصلت منضوبان، لكن نحن لو قلنا في الأعوام ما سبق ذلك الناس تسأل سابقاً. تقول اللي كانت السيول لي يعني في أي منطقة من مناطق الخرطوم كانت مهددة، أي منطقة في داخل الخرطوم في وسط الخرطوم كانت السيول بتخش في وسط الخرطوم. لكن يعني بفضل الدراسات التمت الليلة في ولاية الخرطوم يوجد 12 سد موجود في ولاية الخرطوم، 12 سد موجود، ومدرمان فيها 2 سد، كرري فيها 2 سد، شرق النيل فيها زي 3 سدود، بحري فيها زي 4 سدود. خد معاي انه الاربع سدود دي سعات التخزينيه 50 مليون متر مكعب بتاع مياه، 50 مليون متر كانت كلها دي، ال 50 مليون دي قبل ما تشيد السدود كانت كلها بتخش في داخل الخرطوم من كل الاتجاهات يعني. فهسي ناو الان عندنا 12 سد، ال 12 سد دي في الامطار السابقه كلها عملت وكلها تمت تقريبا تفريغها، والان هي جاهزه يعني اي سيول تصادف في تمر بهذه السدود تثق في انها هي حتنزل للمياه دي، حتنزل تكون موجوده في هذه السدود وما في اي مدخل لها لمدخل الولايه. اللي بيحصل او الكميات اللي هي بتحصل لي يعني عندنا موجوده التروس، يعني حتى اللي ما فيها سدود عندنا التروس موجوده، التروس اللي هي الواغيه للسيول. فالتروس ياسي موجوده، الناس موجوده فيها، اذا عمل ليها معسكرات بخيام يعني حتى ناس الدفاع المدني اخواننا في الدفاع المدني موجودين معانا فيها، اخواننا في الشرطه موجودين معانا فيها في داخل الغرفه، وعندهم الناس موجودين معانا في متابعه هذه السيول محروسه ان شاء الله. الان يعني انا عندي اكثر من 30 اليه من قلاب للودر لكده موجوده في حول ولايه الخرطوم للاستعداد وللتدعيم، يعني لاي منطقه بيحصل فيها هشاشه بيحصل فيها اشكاليه الناس موجودين بيدعموا فيها يوميا، بتنزل كميات ممتاز. كبيره جدا من الاتربه موجوده. اتكلمت عن الدفاع المدني، اتكلمت عن الشرطه، يعني انا بفتكر انه في جزء مهم جدا اللي هم اصحاح البيئه والمسؤولين برضو من النفايات، لانه احنا في الخرطوم على المثال الاقرب يعني احنا بنمر في شوارع الخرطوم دائما احنا بنلقى مثلا الخور المفروض تكون فيه والمويه يتنظف من النفايات، لكن النفايات ما تشالت ما حترجع ثاني تدخل في الخور، بتكون يعني حاجه بتعيق برضو فتره الامطار. يمكن دي ما مسؤوليتكم، لكن لابد من يكون في تواصل بينكم زي ما مع الشرطه والدفاع المدني مع هيئه النظافه ولايه الخرطوم والولايات الاخرى، كيف بيتم التواصل بينكم؟ لانه احنا دائما لما نشوف الخور تنظف مفروض طوالي النفايات تجي تشيل النفايات او يكونوا مع بعض يعني في ان واحد اللي بيمنح شنو. طيب نحن يعني عندنا برضو في 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 الهيئه عندنا يعني حتى عندنا مقاولين، يعني ما كل العمل بتاعنا عمل مباشر فيه اضافه بتاعت مقاولين، عندنا منعبات ما عندك عربيه بتشيل ما تحفر، يعني ده بالنسبه لنا نحن يعني في داخل هياتنا عندنا جهه متابعاه بتحاسب عليه، اي زول ده يحفر يطهر ينظف مصرف ما جاهز عربيتك اللي بتشيله واخر تخلي لنا قاعد جوه، فنحن مشينا باديه والحمد لله ماشيه، لكن نحن معانا جهات اخرى فعلا شغاله، يعني المحليات معانا شغاله في المصارف الفرعيه الداخليه في داخل الاحياء، يمكن يكون يعني فيها 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 مشاكل زي دي، لكن نحن هسه برضه عملنا تيم موجود وهو بيقوم بكل الانقاض الخارج المصارف دي
سواء كانت داخل خاصة بالمحلية أو خاصة بهيئة الطرق والجسور. فدي إن شاء الله يعني ما تجدوها، لأن هي أصلا بتغلينا ذاتها حتى الموية عشان ما تنزل في داخل المصرف، ما بتنزل يعني إذا أنت أصلا خليت النظافة نضرتها ممكن تجيبها كثير تدخلها ثاني أو تدخلها ثاني أو الموية ما تدخل، يعني إذا هي ما دخلت الموية ما تدخل. فدي برضو نحن يعني معانا ومعانا وإن شاء الله يعني هسي الفترات السابقة دي الشباب في المقاومة والشباب في الحرية واللجان يعني كلهم بيشكلوا والله معانا حضور دائم يومي، يعني بيتابعوا كل المشاكل دي بتابعوها في انه تزال كيفين الانقاض دي، يشرفوا هم ذاتهم عليها في جزء قاعدين نديهم نحن ذاتنا معينات في انه يساهموا ويشرفوا مع عالياتنا نحن انه يرفعوها. فدي يعني ماشي نحن ما بنقول هي ما موجودة، هي في مظاهر موجودة، لكن ان شاء الله يعني الناس مقدور على في انها باذن الله باذن الله. الاسير تحت بعض المناطق زي ما اشرت من خلال كلامك وزي ما كل الناس شايفه برضو عارفه الصوره منظورهم بعض المرابيع في شرق النيل وما الى ذلك. تكلمت انه انتم واقفين لانه كان في حسابات معينه لسيل والموضوع مره بسلام، جاء واحد ثاني خارج على الطبيعه بكل تاكيد يبصم على كلنا بالعشره. شنو المعاريات اللي بتتم زي ما تحصل حاجه زي المعايير بتكون عاجله في الوقت ده، جاتنا حاجه ما طبيعيه حاجه فوق طاقتنا، فشنو المعالجات المعالجات اللي بتكون عاجله؟ هسه حاليا طبعا في انضم بان يعني تقريبا يمكن يعني باقي يوم الليله ده يمكن تكتمل المعالجات الهندسيه تمت بالضبط، يعني اللي هي كان فيها زي قطع بتاع شوارع لانه الممرات او المعابر كانت ضيقه، فزي توردت يعني كميه جد كبيره جدا من المعابر، يمكن ثلاثة ولا أربعة معابر اتعملت إضافية عشان تقدر شنو تستقبل هذه المياه، لأنه يعني أنت زي ما عارف مضوم بان من الطريق الطريق الرئيسي المنطقة هنا منخفضة والطريق هناك أعلى، عشان كده دائما بتكون في مشكلة المياه بتتحجز وبتعمل المشكلة للمواطنين، عشان كده كان دائما بتلقى يكسر الزلط يكسر يقطعوا الشوارع وكده وكده عشان تخفف من ضغط المياه في الداخل. فالحمد لله يعني يمكن تكون برضو قبل سنتين أو ثلاثة سنة اتعملت الحاجة دي وكانت يعني لا مردود كان إيجابي في إنه خففت عليهم، هسه السنة دي يعني زادت بصورة أكتر. يعني أخونا حتى المدير العام هو ذاته المشرف بنفسه واقف على مدير عام الوزارة واقف على، فتقريبا يمكن المعالجات بين الليلة لبكرة الناس دي مساهرة فيها يعني طيلة الفترة من السيل لحد الليلة، العمل ما وقف نهائيا يعني صباح مساء 24 ساعة. يعني أنا متوقع يوم الليلة تكون يعني مجموعة القطعيات والعبارات والتوسعة والأشياء الأشياء اللي هي ممكن تخفف من الحياة دي متوقعين إنها يعني باقي اليومين دي تزول تماما، لكن يعني هي مع المعالجة الهندسية النهائية المعالجة الهندسية النهائية اللي زي ما يتحلن كل المشاكل الموجودة كانت في بحري وفي أم درمان وفي وين وفي وين عمل لها سدود يبقى هي دي ذاتها لابد من يكون يعني عندها دراستين أفتكر يعني جاهزات بتصاميم بكل حاجه، يعني حتى يمكن يكون بس منتظرات التمويل بتاعتهم يعني حقيقه. والمنطقه دي بالذات يعني حتى الدراسات اللي كانت اتعملت كانت بتجد يعني رفض من الاهالي دائما، لانك انت اذا عايز تعمل سد او عايز تعمل ترعه او عايز تعمل حاجه بالتالي عايز مساحه عايز ارض. فيعني بالذات المنطقه اللي هسه فيها المشكله دي يعني الدراسات اتعملت لكن كان في من الاهالي رفض او يعني ما كان في اشكاليه في التمويل فقط. حاليا الدراسات موجوده كلها موجوده للسد لترعى لترس كله موجود، فبس هو يعني منتظر يعني احنا كنا حنزل عن الجهود الشعبيه اللي بتدعم الحاجه دي يعني اذا كان في رفض من الاهالي تبقى دي اشكاليه صح؟ يعني فعلا قابلت يعني الكلام ده كان ممكن يتم قبل كم من السنين كان يعني قبل كم من السنين هم بيتضرروا اكثر من زي ما تمت ال 12 سد اللي هسه موجوده دي كان ممكن السد ذاته يكون موجود اللي هسه بيعمل المشكله لمضوم باندا ويحجز لهم المياه بتاعتهم دي. المشاكل هي طبعا يعني في مناطق السيل تحديدا بتكون كبيره دائما وفعلا بيكون في عدم اتفاق سواء كان صحيح. من الجهود الشعبيه او من الجهات المختصه لازم يكون في توافق، لازم يحدث توافق عشان الناس يعني تحل المشكله او الازمه. غرفة درء سيول الأمطار ما على بس إنه تحجز الموية، يعني برضو في مواطن بينقطع عن العيش بينقطع عن يعني الأماكن ممكن يمشي لها عشان يأكل عيش، كيف بيتم توصيل المؤن للأسر اللي بتتحجز تماما بسبب الموية؟
نحن طبعا لجنتنا دي غرفتنا دي او الاليه بتاعتنا دي يعني زي هي خاصه بالبنى التحتيه فقط يعني في 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 غرفه مركزيه على مستوى الولايه وعلى مستوى كده هي مسؤوله من التسكين ذاته بتاع الدمج اللي بيحصل في المنازل في المواد التموينيه في ايواء الناس في كده فدي في لجنه عليا مركزيه عليا هي دي اللي بنوط بها لكن احنا يعني بس اعمالنا المنوطبين هي البنى التحتيه من 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 مصاري من درع السيول فقط يعني. نعم الان هندسيا الوضع كيف؟ هل هو مطمئن الى حد؟ يعني اذا عاوزين نحسبه بالنسب المئويه وشنو الجرايات في المستقبل القريب؟ يعني احنا لسه في شهر 8 وما معروف الخريف حاله كيف. يعني احنا يعني برضه بالنسبه لنا يعني متحسبين نحن الآلية بتاعتنا دي بالمناسبة يعني بتضم كل الجهات اللي هي مختصة بأعمال الخريف دي يعني نحن أسبوعيا بنجلس في 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 عندنا اللجنة دي بتقعد فيها الإرصاد الجوي فيها الري فيها الدفاع المدني فيها كل الجهات المسؤولة اللي بتقدم المعلومة للعمل دي فالشيء المعروف بالنسبه لنا والغراءات النشرات اللي بتجينا من الري ومن 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 يعني نحن اصلا نسي في الحدود يعني نحن حاليا الان في الحدود اللي هي ليوم 9 تقريبا يعني نحن من يوم 9 ليوم 20 21 8 يعني خلاص بنبتدي بعد كده يعني دي في مراحل بتاعه الارتفاع يعني بس نحن متحسبين قفلنا مصباتنا قفلنا يعني الدون التوجيهات دي الدون لا ملكونا لا يعني قاعدين معانا ملكونا يا جماعه احنا بواباتنا دي فاتحه بعد كده انتوا اعملوا حسابكم قفلوا حاجاتكم امنوا حاجاتكم خطوا طرمباتكم تصريفكم فده كله احنا عندنا مأمن يعني مأمن جاهز يعني يعني وهسي انا وجاي عليكم عايزه عرفت انه النيل الابيض هو كان مهددنا كثير لكن هسي انا جاي زي سمعت خبر بانه جبلولية يمكن الليله حيغفل ولا تم غفله من امبارح طبعا النيل الازرق يعني الرصيريس وسنار وذين ما بيقفل الا في شهر 9 انا دي لحد شهر 9 تقريبا حسب توجيهات ناس الري يعني ما في قفل لسه فاي كميه مياه بتجي نستقبلها نحن لكن بالنسبه للنيل الابيض يعني هو فعلا كان هسي اكثر حاجه مهددانا كانت النيل الابيض في الايام اللي فاتت في ارتفاع ملحوظ يعني في ارتفاع شديد جدا جدا ودخل يعني في بعض كثير من المناطق وحتى التروس بتاعتنا الموجوده ذاتها يعني ما قدرت تقاوم يعني قاومه لنا مقاومه شديده والنيل الابيض عموما برضه يعني اخف وضعا من الازرق في ضغط المياه بتاعته صحيح خفيفه شويه يعني فيعني قدرنا السيطرة عليه ويعني ما عندنا هسي مشكلة نهائيا في ناحية النيل الأبيض من الناحية الغربية ومن الناحية الشرقية يعني بين الخرطوم وبمدرمان ما عندنا مشكلة مؤمن شديد الآليات موجودة فيه شديد فيعني هسي وأنا جاي زي عرفت إنه يعني تم غفل البوابات اليوم يعني لو تمت الهدف معناتها حيكون في استقرار خلاص البوابات والمجاري المصبات دي المصبات دي بالنسبة لنا طبعا أنت ولاية الخرطوم دي يعني لما يكون الفيضان ده نحن هسي من قبل اسبوع او 10 يوم الفيضان نسبه الفيضان الجادي المياه النيل بعد كده بيبدا المصارف او المصبات بتاعتنا المياه لما تنزل امطار او تجي سيول اللي هي بتاخذ مجرى المصبات بتاعتها عشان تنزل للنيل فاذا الفيضان البحر بقى مرتفعه اعلى من المصب يبقى بالتالي المياه هتعمل حترجع تخش الاحياء حترجع تخش المناطق حترجع تخش فنحن هنا بنقوم نعمل لها نقفل البوابات دي كلها على النيل دي كلها تغلق بحيث انها ما تطلع على الاحياء الخرطوم دي فيها اكثر من كم 50 ل 60 في ده كل ولايه الخرطوم الان مغلقه تماما يعني حتى لو صبت مطر الان او جسيل الان انت هسي بتشوف انه في كميه مياه ما زالت موجوده في 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 وسط الاحياء وفي الخرطوم وفي كده التصريف حقيقه ضعيف ما في تصريف طبيعي التصريف الطبيعي مغلق تماما يعني هسي اي تصريف يخش عشان يمشي للبحر البحر مقفول لابد من انا اشغل ميكانيكيا ادخل للبحر فانا عندي زي كم 30 في عربات ممكن تيجي تشطف المويات والله الشفط طبعا بالنسبه لنا هو يعني الا يمكن يكون في شوارع واجهه او شوارع سياديه لكن ما عملي وما بديك يعني انا شطفت الليله والمطر ظبط بكره هستفيد منه شنو ما هستفيد منه شيء لكن احنا بنعمل الحلول اللي هي ما بترجعنا ثاني يعني المويه بدل ما اشفط افتح
خلاها تنزل في مصرف تجيك في 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 نهايه المصب بتاعك في في النيل. نهايه المصب ده انا كلهم درمان الخرطوم بحري دي كلها موجود فيها محطات عندها مشغلين موجود عندها طرمبات بالكهرباء وبالديزل وناس يعني قاعده 24 ساعه موجوده. اي مياه تصل عشان تنزل النيل لا نحن بنشتغلها عن طريق الماشينز اللي هي الطرمبات البامبنج دي بنضخها للنيل. فبالنسبه لدي يعني يعني متحسبين لها جدا وجاهزين لها جدا. كل المصبات في بحري في ام درمان في شرق النيل في الخرطوم الحمد لله موجوده فيها الطرمبات دي موجوده وجاهزه الحمد لله. ده نحن بنتمناه ونحن انه دائما نكون جاهزين بمعداتنا وبافكارنا في كل عام عشان ما تكون في اضرار اخف حتى من الحياه اللي بتجي طارئه او غير طبيعيه. في ختام حوارنا نفتح لك المجال لكلمات اخيره ورسائل اخيره ان اردت رساله. والله يا اخي نحن دائما عندنا يعني الرسائل اللي نوجهها دائما يعني بنعمل المعالجات والناس يعني ناسنا بيعملوا المعالجات ويطلعوا منها تفاجأ تاني بانه تجيك نفس البلاغ في نفس المعالجه لما ترجع بتلقى في مخالفه حصلت فيه. يا اما بقى مرتع عليه نفايات وليه اوساخ قفل عمل لك اشكاليه، يا اما جهه من الجهات كبت خرسانه خط الطوب عملت لك مشكله في المشاكل، يا زول خدت له كشف عمل له حاجه عمل لك يعني دائما يعني بتجي بفعل لفاعل من الانسان. فمن حين يعني احنا والله بنوجه يعني افعال فرديه يعني يعني الرساله بنوجهها يعني للمواطن السوداني لمواطن الخرطوم يا جماعه يعني الناس فعلا والله بيجتهدوا بيعالجوا يعني الخرطوم دي كبيره ما صغيره. العدديه حقتنا نحن كاتيام هندسيه موجوده ما كبيره عشان تغطي يعني كل يوم او كل شارع عشان هي تكون واقفه فيه تستجعر المشكله اللي حصلت فيه جديده وقديمه. فنحن يعني الحته اللي بنمر فيها خلاص بيعتبر انه امناها يعني. فيعني حقه يعني المواطنين يعني الحته دي يعني تكون يعني من اهتماماته ومن هي ذاتها يعني الناس تكون حريصه على او حارس بالنسبه لها يعني. فاذا حصلت اي حاجه الناس تبلغنا الغرفه بتاعتنا يعني موجوده ال 24 ساعه. اي اشكاليه يبلغونا بقى نحن والله جاهزين من نتحرك على الغرفه دي ذاتها مسنوده يعني كل معاه كل الاليات اللي بدعينا في اي مشكله من المشاكل سواء كانت شفط دار تشفط سواء كان حاجه عايز تحفرها سواء كان تراب عايز تكبه يعني اي حاجه موجود بيكون في مهندسين موجودين بيكون في فنيين موجودين بيكون في عمال موجودين. فالغرفه دي قاعده ال 24 ساعه موجوده مغرها في جم سك العمله في مقر هيئه الورش تابعه لهيئه الطرق والجسور. الغرفه دي موجوده فيها وبرضه لو حبيتوا ممكن برضه نديهم التلفونات عندنا تلفونين اثنين من التلفونات عندنا تلفون 0116 4 اصفار 37 والاخر 0116 4 اصفار 39 37 39 دي موجوده على مدار 24 ساعه. وان شاء الله يعني اي زول يعني يجي يبلغ يجد يعني ان شاء الله حل للمشكله اللي بتواجهه باذن الله ان شاء الله. يعني سعدنا بوجودك معنا الباشمهندس والناطق الرسمي باسم غرفه درء اثار السيول والامطار بولايه الخرطوم عبد الرحيم عبد الله الحاج وعلى هذه المعلومات والافادات حول درء السيول والامطار بولايه الخرطوم. شكرا لحضورك وصباح الخير عليكم. شكرا جزيلا شكرا لكم. يعني انا والله يعني نسمي يعني مجهوداتكم الجبار والكبيره وده كله يعني احنا بالنسبه لنا فعلا بتتعاكس يعني في الحلول بتاعتنا يعني احنا ذات جلوسنا وكلامنا والشيء اللي انتم بتطلبوه وبتقدموه برضه عشان احنا نجاوب عليه ده انا بفتكر انه هو برضه حل من الحلول. فنحن والله شاكرين لكم جدا جدا ونتمنى يعني المزيد والتقدم لهذا الوطن يعني. اللهم امين ونترك بالتوفيق.